أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم من أتى إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يريد له الاستغفار؟ يعني يطلب من الرسول الاستغفار؟ لا يجوز هذا، هذا شيء لم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحرص منا على الخير وأعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، لم يفعلوا هذا، لكون هذا طلب من الميت، الميت لا يطلب منه شيء، لا الرسول ولا غيره، لا يطلب من الأموات شيء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.